يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله الخمستاش يكونوا مضروبين بخمستاش، من نجاح لنجاح، من مصداقية لمصداقية. وعم بيعملوا شي حلو بالنهاية مع كل الإيفنتس اللي عم نقطع فيها، الإيفنتمان اللي عم نقطع فيهم بالوطن العربي. منيح بعد في هيك روح حلوة. ميركس دور عملت حالة فرح حلوة بلبنان، وهيدي بتدل على إرادة الإرادة المهمة عند اللبنانية. وما شاء الله عليهم، مهرجان صار له اسم كبير وبنتشرف فيه، وأنا الحمد لله يعني تشرفت وحصلت مرة على الميركس دور، وكان هذا الشيء جميل جدا، وإن شاء الله دائما إلى مزيد من الألق والنجاح. ومثل ما كتبت بالسجل الذهبي إنه الجمال ما فيك تشوف، ما له قيمة إذا ما شفته، يعني إذا بقي الجمال مخبى ما تشوفه، وكمان الفن ما له قيمة إذا ما كرمته. هالمبادرة هيدي طلعت كتير فنانين، وبفتكر كمان إنه كتير تقلدوها. يعني دكتور فادي ودكتور زاهي، نحن صرنا منعتبر حالنا من أهل البيت ومنعتبرهم من أهل البيت. بدي أقول لهم الله يوفقهم بكل شيء بيعملوا، يعطيهم ألف عافية، وفعلا حمل كتير كبير يعني، لأنه مش هين أنك تقوم بمهرجان ينجح ويدوم هالقد، فبتمنى لهم كل التوفيق والاستمرارية. أكيد مركز دور أنا شهادتي مشروحة فيهم، لأنه أنا سنتين على التوالي كنت لجنة التحكيم، فأنا بتمنى لهم العمر الطويل لهالنشاط الحلو يلي خلق منافسة شريفة بين الممثلين وكل الفنانين بلبنان. يعني مبروك لهالمهرجان الحلو، تكريم الفني، مبروك لهالاستمرارية، مش الواحد يعمل سنة واثنين وثلاثة ويفرط، لا الحمد لله، يعطيهم العافية. ومبروك لكل الفنانين اللي بيعملوا أعمال حلوة، وفي مؤسسات من هالنوع وعلى هالمستوى بتشوفهم وبتقولهم مبروك ويعطيكم العافية. أول شيء نحن منهنيهم دايما، جوائز مثل هيدي بتعطي دفع خصوصا للدراما اللبنانية. الله يقويهم، يعني لما يكون في جائزة وتستمر ل 15 سنة يعني في نجاح. أنا بتمنى لهم 15 التانيين. عملوا شغلة بالنسبة لنا كانت مميزة، وبالنسبة للناس وللمجتمع، لأنه هيك عطيناها نكهة لخبرية التمثيل والدراما، وإن شاء الله يضلوا محافظين عليها. أول شيء بقول لهم إن شاء الله ألف مبروك، ودليل النجاح هي الاستمرارية، وإن شاء الله كل سنة يكون أحسن وأحسن. وأنا كتير بشد على إيدهم، لأنه عن جد في نجوم بهالبلد بيستاهلوا أنه يتكرموا، ويا رب على طول كل سنة يكون في شيء جديد وفي شيء رائع يتكرموا عليه، ويضل هذا المهرجان قائم، وإن شاء الله للقمة وللأحسن. حلو أنه بصفحة هالقد مضيئة بلبنان ينظموا مهرجان يسموه The White Carpet، السجاد الأبيض، إن شاء الله يعكس بياضه على حياتنا اليومية، يعكس بياضه على سياستنا المحلية الإقليمية والعالمية. بقول لهم ربنا يقويكم وموفقين إن شاء الله، ويا رب يكون معكم السنة دي إن شاء الله في تقدير كويس إن شاء الله. يعني الشيء اللي عم تقليه شيء بيسعدنا، أنه كان أول مهرجان لتكريم الفنان بحياته، فصرنا بالسنة الخمستاش وعم نحتفل بالعيد الخمستاش باليوبيل الخمستاش، يعني شيء كتير حلو، فبنوعدهم الله راد بحفل كتير مميز لهالسنة. وحبينا كمان بهالحفل يكون شعارنا لون الأبيض، لأنه بدنا نبعت رسالة سلام ومحبة لكل العالم العربي، خاصة لأنه البلد العربي، الوطن العربي كله يعني بحالة يعني عم ينزف، بدنا نمحي لون الدم الأحمر، بدنا نمحي لون السواد، خلي لون الأبيض هو يغطي على العالم العربي. عشر سنة إن شاء الله عبال مية، لأنه ببلد مثل لبنان أو بدول عربية مثل اللي نحن موجودين فيها بحاجة لحدا يعطي يكرم النجوم ويكرم الفنانين ويكرم الممثلين على أعمالهم اللي بيعملوها. بقى الله يوفقهم وعبال مية يا رب.
إن الله راد بأيار إذا ما تغير شيء رح يكون عندنا حفل كتير مميز بالدورة الـ15 للميركس دور.